طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاضافه اللي ممكن يديها رضا سليم بامكانياته لخط هجوم النادي الاهلي، ايه اللي بيميز رضا من وجهه نظرك؟ شايف ان هو طبعا دريبلر مميز جدا وبيلعب برجلين الاثنين، ويديك اضافه في ان هو جوكر، ان انت دلوقتي رضا سليم ده يديك في اي مباراه حلول، انه ممكن يلعب ناحيه وينج رايت ويلعب كمان وينج ليفت. فكره اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز بيخدم قوي على طريقه مارسيل كولر اللي بيعتمد على انه مفيش لا مركزيه صح. كله بيتحرك، كله الوينج بيخش في قلب الملعب، اوقات كتير جدا بنشوف بيرسي تاو، بنشوف حسين الشحات على خط النص النادي الاهلي، ولاعيبه خط النص هي اللي في البوكس، اوقات كتير جدا بيقطعوا في عمق الملعب، واوقات كتير جدا بنشوفهم روس حربه بيرسي تاو والشحات لما كانوا بيلعبوا بشكل اساسي يعني. صح طبعا، وفي ميزه طبعا مهمه جدا 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 في رضا سليم، الكرات الثابته، ودي ميزه مهمه جدا وحل جديد للنادي الاهلي يعني. احنا شايف ان الحل بتاع الكرات الثابته ده هو عنده الميزه دي وبيحطها برده يعني من ضمن بطريقه مميزه وصعبه على الحراس. هما الاثنين الحقيقه امام ورضا عندهم امام قصه ثانيه يعني، حته التسديد من امام عنده ميزه يعني اعتقد ان يعني مش موجوده عند اي حد في الدوري المصري خالص، ومش موجوده في مصر يعني ميزه التصويب من بعيد دي، ومظبوطه جدا، فدي ميزه مهمه جدا. رضا سليم انا شايف ان هو اضافه، لان كمان انا بشوف ان هو بمناسبه انت قلت ان كولر فعلا بيعتمد على مركزيه، فشايف ان رضا سليم هو يقدر يستخدمه في اكثر من مركز، وهيبقى بالنسبه له ممكن في كذا مباراه يقدر يستخدم رضا سليم ده كجوكر في رقم 10، وممكن يغير طريقه اللعب على فكره. انا بشوف انه ممكن يدي لكولر ان هو مساحه ان هو يقدر يغير طريقه اللعب بسبب رضا سليم، يقدر يلعب بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات وكهربا، وكمان يلعب معاهم باثنين في نص الملعب. فكل ده اعتقد رضا سليم اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز بيدي حل مميز جدا. قال كل حاجه عن رضا سليم، ما سابلكش اي حاجه لا تقولها. لا اضيف بس على كلام احمد عن رضا عبد العال بقى. لا 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 هي حاجه احمد طبعا اتكلم عن كل مميزات رضا سليم، في حاجه مميز فيها جدا العرضيات، عرضياته زي دواء عرضياته دواء يعني رضا سليم نموذجية. لا دي اضافه، دي اضافه مهمه جدا، لان هو عنده العرضيات من وضع الحركه والعرضيات من الكرات الثابته الاثنين احسن من بعض. لا هو صانع اهداف يعمل عرضيه يعني حاجات افتقدناها من زمان جدا. انا اعتقد ان هو هيرجعنا بقى تاني للكلام ده تاني ان شاء الله. طيب يعني تكمل بقى بالدويتو بتاع راس الحرب بالزبط. يعني العرضيات اللي هيقابلها راس حرب. طيب يا مسال احنا موجودين النهارده بعد ما تطلع في سرينا النهارده هيحصل ايه بعد الحلقه.